أهلا بكم في فيديو جديد عاجل. تحقق الجهات المختصة في حادثة بشعة وقعت اليوم لمسافرين على طريق الرياض الطائف السريع. ذهب ضحيتها زوجان، وقد لقى الأخير حتفه منتحرا تحت عجلات شاحنة تريلا. وفقا للمعلومات، فقد لاحظ مسافرون سيارة العائلة وهي تشتعل بجانب الطريق، حيث توقفوا وعندها لاحظوا وجود السيدة تجلس في المقعد الأمامي وتم إخراجها، وكانت المفاجأة أنها متوفاة. بعدها عمد الزوج لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق ليصاب بإصابات بليغة ويتوفى لاحقا بالمستشفى. وأشارت المصادر إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عثر بالموقع على طفلين شهرين وسنة ونصف، وكذلك فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة. وقد تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة وسبب وفاة الزوجة. ويذكر أن عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغا عن حادثة حريق المركبة من المرة، وتضمن البلاغ وجود محتجزين داخل السيارة. إن لله وإنا إليه راجعون. سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم ويغفر لهم.